السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد. وكما كتشوفوا أن كل عام وكل سنة وكل عيد أضحى كتبدأ المطالبات أن العيد خاص يتلغى وخاص الرئيس والحاكم والمالك يتدخل باش يلغي هذا العيد. وعلاش هادشي كامل؟ شكون اللي كيطالب بهادشي هذا؟ هما دوك اللي جايبين المدونة وجايبين حقوق المرأة وجايبين المساواة وباغين يحيدوا الولاية على المرأة، باغين يعريوها. هما هادوك اللي كيقولوا راه ما يمكنش نتقدموا الى ما خرجاش المرأة عريانة زبطة بحال الحوتة بحال السمكة، عادي يمكن لينا نتقدموا في صفوف الدول النامية. هادو هما اللي كيطالبوا بإلغاء العيد، ومعاهم بعض الحواله وبعض الخراف وبعض اكلات الخرطال والشعير من المسلمين. ثم كيقول لك يعني الازمه وكذا والى اخره، فكون غير حيدو. شكون انت؟ شكون اللي فرضوا عليك اصلا؟ انت كمسلم راه حتى واحد ما كيفرض عليك العيد فرضا، لانه سنه لا اقل ولا اكثر. اللي في الاستطاعه ديالو راه خصو يذبح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يعني اللي عنده باش يشري ومقيد وما شراش فلا يقرب مصلانا، يعني المصلى ما يقربش ليا نهار العيد الا كان عنده باش يشري وما شراش وما ذبحش وما نحرش. اذا شكون اللي بزز عليك؟ ولكن هادو اللي كيتباكاو وكيقولوا لك الازمه، ما الازمه والناس ما عندهاش باش تشري، يعني رحمه بالمساكين. انتم في قلوبكم الرحمه بعدا، انتم هي العصابه المجرمين اللي اصلا افقرتم الرجل، جلستوا بلا خدمه وخدمتوا العيالات، وفي الاخر كتقولوا رحمه بالعباد. انتم راه الشر منكم كيتفرغ. يعني ما بغيناش تفهموا الناس على اين، باش ما نطولوش في الهضره، ان راه العيد هو سنه من السنن، وحتى واحد ما كيفرضوا عليك كمسلم. اللي مقيد يعمل، اللي ما مقيدش ما يعملش. ولا كلفتي على نفسك غادي تحاسب غدا يوم القيامه، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلو انت تسلفتي وتكلفتي وبعتي ما نعرف واش شريتي، فهذاك الشيء غدا يوم القيامه غادي تحاسب عليه. هنا غيقول لك هو ما نقدروش ما نعيدوش، وغيضحكوا علينا غيضحكوا علينا الجيران، غيضحكوا علينا الناس. اذا انت ما ذابحش لله. راه الغالبيه المسلمين اللي هما عندهم العيد اشنا هو؟ العيد هو بوزنان والشوا والقضبان والروينه، هذاك راه ماشي هو العيد. العيد راه شعيره من الشعائر، شعيره من الشعائر، بحال الطواف بحال الحج بحال الصفا والمروه بحال. ولكن اللي قدر يعملوا يعملوا، اللي ما قدرش ما يعملوش. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانش كيذبح باش، لانه هو قدوه ياك، باش المسلمين ما يتبعوش. ولكن الاخرين كانوا كيذبحوا على اين، ماشي مشكله. ابن عباس رضي الله عنه، وهو من هو ابن عباس؟ احد العبادله الاربعه من كبار المحدثين ومن الناس اللي لاباس عليهم. كان نهار العيد كان كيصيفط الخادم ديالو ياك، كيقول مشي عند الجزار وشري واحد 20 درهم من اللحم، وتم جاي في الشوارع وتقول هذه اضحيه ابن عباس. يعني الخادم ديال ابن عباس كيمشي ويشري 20 درهم من اللحم، واش 2 كيلو 3 4 5 ما نعرف، وكيتم جاي بها في الشارع وكيبرح يقول ها هي اضحيه ابن عباس، باش يعلم الناس ان هذه ما تكلفوش وتسلفوا الى اخره. والنبي صلى الله عليه وسلم راه مشهور انه ذبح كبش ليه هو والعائله ديالو، وواحد الكبش اخر على الامه ديالو الى يوم القيامه. فاللي ما عندوش باش يذبح راه النبي صلى الله عليه وسلم انحار وذبح في المكان ديالك، فبلا ما تكلف راسك. هنا كتدخل الاشكاليه ديال الناس تاركين الفريضه، لا صلاه، النساء عاريات في الاسواق، وباغي يدير السنه ديال العيد. فهنا كتختال العرارم، هنا العرارم كتخلط، هنا كتخلط العرارم وما كتبقاش تعرف رجليها من راسها. فالناس راه ما عندهاش العيد، وانما عندها التقاليد. التقاليد هي المسيطره على الموقف. فالناس كيخافوا الناس اش غادي يقولوا عليهم. وحاجه اخرى، واحد العصابات اجراميه دابا راهم كيخطوا باش يستوردوا الكبش من اسبانيا ياك. طيب، والدوله غادي تعطيهم الدعم ديال 50 اورو، يعني 50000 فرانك. هما ثلاثه الشركات ومعروفين مواليهم، شكون بلا ما نسميهم يعني الى اخره. الناس اللي في اسبانيا اللي عنده شي عائله في اسبانيا يضرب التليفون ويسولهم بشحال الحولي تمايا. الحولي في اسبانيا سيدي كيقول لك
من 40 45 50 55 الاورو حتى 60 الاورو، يعني 60000 فرانك. وهما غادي يشريوه بالجمله، يعني غيشريوه بقل من 40 اورو، وغادي يجيو يبيعوه للمغاربه ب 3000 و 3500 درهم و 2500 درهم و 4000 درهم. يعني السارقه ماشي على السارقه المبطنه ولا المبيته ولا معنى، يعني شيء لا يقبله العقل. فغيجيبوا الحولي ب 50000 فرانك، وهو شاد 50000 فرانك ديال الدعم، وغيجي يبيعوا للمغاربه ب 4000 درهم و 3000 درهم. اذا الناس اللي كيقول لك خاص العيد يتلغى او يتمنع لان الناس ما عندهاش، والفقر، فنطرحوا السؤال شكون اللي سبب الفقر؟ من اسباب الفقر ان احتكار الثروات، ان 10% كيملكوا الثروات المغرب كامل عنده في جيابهم، يعني النهابون. كاينه ولا لا؟ اذا 90% ولا 80% كتعاني من الفقر او الهشاشه او لا ذوي الدخل المتوسط ولا ما نعرف، ودوك ال 10 ولا 15% هما اللي مالكين الثروات كامله. اذا المغرب راه دائما كنقول لكم ماشي فقير، المغرب راه من اغنى بلاد الله. واكبر دليل ان شو شحال الحكومات كتسرق وشحال الشخصيات كتسرق، دائما كتسمعوا الملاير كتخطف، وبعد ذلك المغرب واقف على رجليه صامد ثابت، ما كيتواطاش وما كيطيحش الارض. وهذا اكبر دليل على ان المغرب فعلا غني، ولكن تسلطات عليه واحد العصابه ديال النهابون الشفارات صحاب المصالح، ما كاين غير نهب وخرج لبرا. فراه ماشي المشكله ان الناس فقراء ما عندهمش باش يشريوا العيد، وانما الثروه سيطرت على واحد الفئه، واحد العصابه معينه. هذه هي الناس اللي خاص يفكروا فيها. والصراحه الناس اللي فقراء وما عندهمش، راه عندهم الوليدات، كان فاهم هذه المسائل، ان الوليدات ويقول لك فين العيد وكذا الى اخره. علاش؟ لانه لا الاب كيفهم اشنا هو العيد، ولا الابناء، ولا علم الابناء ديالو اشنا هو العيد. راه لو كانوا الناس فاهمين الدين ديالهم وعارفينه مزيان اشنا هو، ويعلموا لوليداتهم من الصغر، راه حتى ذوك الوليدات ما غاديش يبكي لك على حولية ولا على روينه ولا معنا. فهمت؟ ما غاديش يبكي ولا يقول لك، لان كيعرف هذاك الشيء راه غير سنه ما قادرينش نديروها، ماشي مشكله. ولكن راه الكبار اصلا ما مقتنعينش بها. الناس راه كتشري الحولي عنده القرون طوالين باش الجيران يقولوا علينا. فالناس كيشوف الناس شنو الجيران شنو شراو، وكيمشي يشري شي حاجه كبر منهم والقرون كبر باش يفتخر على الناس. هذا راه ماشي ذبح لله، هذا راه ذبح، يعني هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك الاصغر ولا ما نعرف. يعني انت واش كذبح لله ولا للناس؟ على اين هذا الشيء خاصنا نهضروا فيه؟ دوك الاسطول المساطيل لوزاره الاوقاف اللي على البلاغي وجلالب والزواق والنفاق، خصهم يهضروا على هذا الشيء ويشرحوا للناس باش يبينوا لهم اشنا هو الدين ديالهم. أرجو أن تكون الصورة واضحة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وما تنساش لايك وسبسكرايب للقناة، وإلى اللقاء.